العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي في ذمة الله، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا قبل قليل نبأ وفاة العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي بإحدى المصحات الخاصة بمقاطعة سيدي غانم. ومعلوم أن العمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي نقل قبل أيام صوب إحدى المصحات الخاصة بحي تاركا بمراكش بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي لعائلة الجزولي، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنته ويلهم ذويه الصبر والاستلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.